خرق النقابة، نقابة المحامين في بعض شروط الانتماء للطلبة الخارج، للطلبة الذين تخرجوا لهذه العام، عفوا هذا العام، والأعوام اللي راح تجيها وراها، يعني راح تصير أفواج من العاطلين عن العمل. هذا الخرق شنو؟ القانون ما وضع شروط للانتماء إلا الشروط عدم المحكومية، وشروط أنه عراقي، وشروط أنه كذا، لكن من حصل على شهادة جامعية بالقانون أنه يدخل الانتماء من دون قيد أو شرط. هنا النقابة وضعت بعض الخروقات هذا القانون، أنه مثلا تعيد الامتحان للطلبة اللي يريد ينتمون، وهذا خرق قانوني، 50,000 دينار، هذا خرق قانون. هنا راح تجي تقول لي طبعا شنو أسباب؟ أكو أسباب، يعني أنت هنا الدولة الآن بالوضع الاقتصادي، وإحنا كلنا نعرف العاطلين على العمل موجودين في العراق واصل إلى قمة ما ممكن السكوت عنه، تجين أنت تزيدين أفواج من العاطلين على العمل. أنا أحد الطلبة الخريجين عام 2018، يعني هذا السنة، من جامعة كربلاء، وطبعا أنا في ذاك الوقت ما سمح للوقت ولا الفرصة ولا الوضع السياسي، لأن كوني من ذوي الشهداء أن أقدم وأن يعني أكون طالب قانون وفي دراسة كلية القانون. الآن بعد ما أكملت دراستي بعد 4 سنوات، وأنا الآن خريج هذا السنة 2018، وفاجئ بقرارات النقابة، والله شنو، أنتم كبار العمر ما لكم أولوية بالتقديم، زين شلون أنا راح أحصل على هوية النقابة أو أمارس حق القانوني؟ زين، وبعد يعني أنا هذا الجهد الكبير اللي بذلته الهيئة التدريسية، وخلصت 4 سنين كلية قانون جامعة كربلاء. احنا نناشد رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لما صدرت النقابة من قوانين، من قرارات مخالفة للقانون، وخاصة قانون المحاماة مرقم 173 لسنة 65، اللي المادة الثانية منه تنص على تحديد شروط الانتماء إلى نقابة المحامين. لذلك احنا تعدى تقديمنا على نقابة المحامين تفاجأنا بقرارات مجحفة بحق طلبة الخريجي كلية القانون. شكرا. قدمت انت؟ يعني هذا يحرمك من حقك القانوني؟ انا قدمت وطلع اسمي بالوجبة الاولى، فمن رحت وديت المعاملة مالتي للانتساب لنقابة المحامين تفاجأت بانه يقولوا لي انت مجمد حاليا، لأنه عمري تجاوز 30 سنة.